وللمزيد حول التظاهرات التي اندلعت في عدد من المحافظات العراقية رفضا للعملية السياسية وشركائها والجرائم المرتكبة أيضا من ميليشياتهم بحق المتظاهرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات حسن هادي. أهلا بك معنا سيد حسن. حياكم الله أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حسن. يعني إغلاق للطرق والجسور اليوم في الناصرية احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبكم بمحاسبة قتلة الناشطين، بداية كيف تصف لنا التظاهرات اليوم وما هي أهم الشعارات التي أطلقت؟ حقيقة أستاذ، محافظة اللقاء تعاني أزمات كونها محافظة منكوبة منذ 2003، وكذلك منذ حقبة النظام البائد وليومنا هذا عانت من التهميش والإهمال، وكذلك عانت من الفقر، وكذلك عانت ما عانته من الويلات والحروب، ولا أحد ينتبه لهذه المحافظة ولا لمطالب أبنائها. وكذلك خرجت هذه المظاهرة اليوم هي مظاهرات تكميلية لمظاهراتنا السابقة بالمطالبة بالحقوق البسيطة، أبسط حقوق الإنسان لا تتوفر في هذه المحافظة المنكوبة من حيث تهالك البنى التحتية، وكذلك انعدام وجود الأمن واستهداف الناشطين والمتظاهرين والتفجير بالعبوات، وكذلك من عدم تواجد فرص العمل وجيوش العاطلين عن العمل. فقام الثوار بثورة لإخراج محافظ ذيقار السابق، وأرادوا تنصيب محافظ مستقلة، لكن الإملاءات الحزبية أفضت أرادت غير هذا الشيء، وكانت كلمتها هي العليا عند الحكومة المركزية، فرفضوا هذه الأسماء ونصبوا أسماء جديدة. فخرج الشارع الذيقاري لهذا اليوم واليوم أمس مغاضبا يقول كلمته بأنه رافض لتنصيب محافظ غير مستقل بالمحافظة. نعم. أهم الشعارات التي أطلقتموها اليوم سيد حسن ما كانت؟ هي شعارات ثورة تشرين التي انطلقت منذ الأول من تشرين الأول، يعني من يوم الأول من تشرين الأول واليومنا هذا، هي حقوقنا البسيطة، يعني مطالبة بالحقوق البسيطة، حقوق الإنسان. يعني الإنسان الذيقاري يدافع ويقاتل من أجل الوطن ويضحي بدمه وماله وعياله، وعوائد المسؤولين تتنعم في أوروبا وفي أمريكا ليذهب أبنائها للدراسة في أحسن الكليات في أوروبا وفي أمريكا، ويعودون للعراق ليجدوا المنصب جاهزا لهم هم وأبنائهم، وجعلوا من العراق إقطاعيات لهم، وكذلك جعلوه ملكية لهم فقط، بحيث لا يمكن لأي من المواطنين العراقيين حتى ولو كان كفوءا ونزيها أن يتبوأ منصبا إلا أن يكون من هذه الأحزاب الفاسدة. طيب سيد حسن، يعني هل تتوقعون بهذا الضغط الذي تمارسونه على الحكومة في بغداد، هل تتوقعون استجابة من قبل الكاظمي لمطالبكم ويسلم قادة الميليشيات للمحاكمة مثلا؟ نأمل ذلك إن شاء الله من حكومتنا أن تستمع لمطالبنا كونها مطالب حقة، فنحن شعب لا يريد سوى الحياة ولا يريد الخروج عن اطر الدستوريه، وكذلك سنبقى مستمرين بمطالباتنا وثوراتنا واحتجاجاتنا حتى تحقيق المطالب السلميه في هذه المحافظه المنكوبه وفي جميع انحاء العراق. يعني بالمقابل تستمر القوات الامنيه والميليشيات في استخدام القوى المفرطه ضد المتظاهرين كما تعلم، بماذا تفسر هذا الاستهداف المتزايد، وخاصة يعني هناك حالات استهداف لعيون المتظاهرين، هل هي استراتيجية قادمة لربما استراتيجية ردع قادمة أم ماذا؟ حقيقة أستاذ، نحن لم نخرج سوى عراف الصدور وطالبناهم، كنا حاملين للعلم الوطني فقط، وقلنا لهم إننا يا ناس أيها الطبقة السياسية إن طالبناهم أكثر من مرة مرارا وتكرارا أن يستجيبوا لمطالبنا، لكنهم أبوا إلا أن يملوا علينا إراداتهم واستخدام سياسة لي الأذرع ضد البسطاء من المواطنين الذين لا يملكون قوتهم اليومي، حيث فرضوا علينا حظر التجوال ولم يقوموا بأي إجراءات تعويضية للمواطن العراقي، والمواطن العراقي يعاني من ويلات ارتفاع الدولار وكذلك الضرائب المرتفعة يوميا وغلاء الأسعار، وكذلك انعدام مفردات مواد بطاقة تمويلية في المحافظة وكذلك في عموم العراق، ولا نعلم ما هو السبب، هل هم جاءوا من أجل حرية المواطن العراقي من أجل تخليصه أم من أجل الانتقام منه في هذه الحقبة؟ لماذا يتعمدون على فرض إملاءاتهم على المواطن العراقي ولا ينفذون
طلباته ولا رغباته في أن يعيش بسلام حرا حاله حال البلدان الإقليمية التي تتناعم بكل حقوق الإنسان وبكل ما يريدون أن يمتلكه الإنسان والمواطن البسيط. التظاهرات تجددت اليوم أيضا في مدينة الحلة للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه. برأيك ماذا يعني ازدياد رقعة التظاهرات الرافضة للعملية السياسية وممثليها؟ كون العملية السياسية حاليا أثبتت فشلها وعلى لسان قادتهم الكبار الذين أعلنوا علنا وجهارا ومرارا وتكرارا في الإعلام أنهم فشلوا في إدارة العملية السياسية في البلاد، إلا أنهم لا يريدون الخروج من مناصبهم ولا التخلص من هذه المكاسب التي اغتنموها. أما يكفيهم فسادا، أما يكفيهم ظلما، أما يكفيهم تجويعا، أما يكفيهم قتلا، كفاهم دماء بنا، كفاهم تقتيلا بنا، كفاهم ظلما بنا، كفاهم. فإن التاريخ لا يرحم، وإن الأمثلة التاريخية كثيرة أمامهم. أين ذهب فرعون؟ أين ذهب كبار الطغاة؟ أين ذهبوا؟ إلى مزبلة التاريخ. فعليهم أن يتعظوا وأن يتداركوا الأمور، وإلا سوف يكون للشعب العراقي صولة عليهم كما صار على الفاسدين الذين قبلهم من الظلمة والدكتاتوريين والقتلة. نعم، في حال عدم الاستجابة والاستمرار بالتعنت، تعنت الحكومة بعدم تلبية مطالبكم، هل هناك خطط تصعيدية تنوون القيام بها؟ نحن كما وصفنا مرجعيتنا الرشيدة في النجف الأشرف أن نبقى سلميين، وعلينا تطوير أساليبنا الاحتجاجية. إن لم تستجب الحكومة لنا بذلك وعليه فإننا سنقوم بالتوجه لكل من لأصحاب الشأن من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك منظمة العفو الدولية أن ينقذوا هذا الشعب من فك الفساد والظلم في هذه الحقبة وتحت ظل هذه الطبقة السياسية التي لا ترحم ولا ترى أمامها سوى رغباتها وكذلك مكاسبها السياسية. نعم، إذا الناشط في التظاهرات حسن هادي، كنت ضيفا عبر الهاتف من الناصرية، شكرا جزيلا لك.